السلام عليكم، يعطيك العافية. حضرت اليوم راح نجي على الوايرلس نود ميديوم اكس كنترول بروتوكول. لاحظوا ان المحاضرات السابقة درسنا عن النود اركتكتشر، شفنا اللي هي انترفيسز السيل انترفيسز، درسنا عن المايكرو كنترولر، درسنا عن السنسر نفسه، درسنا قبليها عن الاتوب نتورك، شفنا البيسك راوتنج بروتوكول موجود بالاتوم نتورك. نيجي بعد الشابتر هذا نحكي عن الراوتنج بروتوكولز الموجودة بالوايرلس نتورك. فنحن جينا نحكي عن الميديوم اكسس كنترول الموجودة بالوايرلس سنسور نوت. لاحظ احنا شفنا بالوايرلس نتورك بشكل عام درسنا ال 802.11، شفنا الدوميننت اللي هي البي سي اف فانكشن، وكيف انه بصير في عندي بي سي اف بي سي اف، كيف بصير في عندي الكونتنشن. رح نيجي على هاي الشغلة، ورح نجي على شغلات كثيرة. الميديوم اكسس كنترول بروتوكولز كثيرة موجودة، لاحظ بالسلايدز في موجود كميات كثيرة من البروتوكولز. انا راح اشرح، مش راح اشرحهم كلهم، انا راح اشرح البيسكس للباك بكتشر. يعني راح اشوف هسه ان عندي اصناف كثيرة، راح ناخذ من كل صنف راح ناخذ واحد. فراح نشوف بالويلس ماكر بروتوكولز وجهة نظر والسنس نوت، راح نشوف الكارير سنس نوتبل اكسس هذا الموجود بالويرد بالويرلس نتورك اللي هي بالاثرنت 802.3 بالويرد نتورك. فكره الاثرنت ان كيف بيعمل ليسننج على الشانل، بعدين بعد الداتا راح نشوف كيف حولوه هذا الكارير سنس نوتبل اكسس، حولوه عشان اشتغل جويت الويرلس نتورك. صار في عندي الماكا والماكاو ميديوم اكسس كنترول افويدنس. راح نشوف المالتيبل اكسس كولجن افويدنس، راح نشوف شو علاقته ب الكير سنس مالتيبل اكسس لانه هو جزء منه. راح نيجي على الماكا باي انفيتيشن، الماكا باي بسموها، انه النود بتكون دائما بالايدل بس يجيها ريكوست تشتغل. راح نيجي على ال 802، هاي ال 802.11 الشهير جدا اللي اخذتوه بالتفصيل الممل بماده الوايرلس نتوركس. راح نجي نحكي شوي عن الزجبي والبلوتوث اللي هو 802.1514، هو الستاندرد فور شورت تيرم كوميونيكيشن اللي هي زي البلوتوث والزجبي. الزجبي اقدم من البلوتوث، بس هسه البلوتوث طغى عليها كل شيء. بس لما نيجي نحن بدنا نعمل ديزاين لماك بروتوكولز ان شاء الله بكره تدخلوا بالماستر وتشوفوا الريسيرش، تشوفوا انه في عندك ابروتش كثيره حتى بالماك بروتوكول والسنسر نود. المشكله انه هاي البروتوكولز لازم انها تحقق شغلات اساسيه، واحده الاساسيه لازم انرجي. النود شغاله على بطاريه، فانا بدي البطاريه تعيش اطول فتره ممكن، لازم يكون فيها انرجي افشنسي. يعني الكارنت سنس مرتبل اكسس الطبيعي بيشتغل صح. رح نجي على السكيلابيلتي، انه ممكن انه الماك بروتوكول يشتغل بوجود 5 نود 10 نود 100 1000 مليون، قد المفروض انه سكيلابل قد ما بدي. كمان لازم نعمل ادابتابيلتي، انه صار في عندي مجموعه من النودز طلعوا، صار في عندي سبارسيتي، صار في عندي نودز بدها تضعف بطاريتي، لازم تكون ادابتبل لكل التشنجز بالسيرف نتورك. كمان لازم يكون في عندي شغله اساسيه او شغله مهمه، لا مش مهمه قد الباور اللي هي الديلي. انا بديش انا بروتوكول الديلي تبعته تاخذ ساعه، انا بدي تكون الديلي مقبوله. في بعض الابلكيشنز ممكن الديلي تكون تولرانس، يعني تحمل دقيقة ثانية ثانيتين، شيء ابلكيشن تتحملش. فلازم ناخذ بعين الاعتبار الليتنسي والبريدكتابيلتي. كمان رح نيجي على الريلايبيلتي، انه يشتغل بوجود اتاكس او بوجود ديد نودز، لازم يكون ريلايبل. حتى لو انه النتورك جزء كبير منها صار عليها اتاكس، لازم يضل شغال 100%، شغال بدرجة معقولة نشوفه 100%. راح نشوف بعدين الكونتنشن بيست، كونتنشن فري، والهايبريد ماك بروتوكولز. راح نرجع لهم هسه هذول. يعني الجزء الاول راح ناخذ الكارير سنس ونشوف الفاريشن.
ليش احنا نحتاج ميديم اكسس كنترول ان كانت وايرد ولا وايرلس؟ ممكن يكون بالوايرد الشغله واضحه، بس بالوايرلس اوبن شانل الكل بيعمل عليها اكسس، فلازم يكون في عندي كوردينيشن، لازم يكون في عندي نوع من التنظيم مين بده يدخل على الشانل. فلهذا السبب احنا بنحتاج ميديم اكسس كنترول، مين بده يحجز الشانل؟ لانه بالشانل اذا اجى عندي تو سيجنالز من تو يوزرز راح يصير في عندي اوفرلابنج، راح سيجنال راح تصير في عندها زي جامنج، راح تخرب بثنتين. فلا اذا ما كانش في عندي كوردينيشن صح راح يصير في عندي مشكله. ف ببساطه الميديم اكسس كنترول وظيفته يعمل ريجوليشن للميديم، مين اليوزر اللي بده يعمل لي اكسس، وهاي الاكسس نوعا ما راح نشوف انه في عندي شغلات كثيره، واحد منها لازم احقق الفير فيرنس، انه اللي بده يجي يكون في عندي فير، مش انه واحد يجي بواسطه يدخل على الشنل، لازم يكون في عندي نوع من الفيرنس. ممكن هاي الفيرنس تكون ستريكت، ممكن تكون لوز، راح نجي عليها كمان شوي. كمان الماك بروتوكول لازم يكون تحمل انه صار في عندي ايرورز دائما، النودز موبايل والنود بتتحرك والنودز بطاريتها بتخلص، فلازم يشتغل بغض النظر عن كل الظروف اللي بتتعالج اللي بتواجهها النتورك. لازم يكون في عندي ريلايبيليتي، بس هاي ريلايبيليتي بجوز نحكي عنها شوي، بس ما نحكيش عنها شوي. الشغل الاساسي دائما في الوايرلس سنسر نودز ماك بروتوكول بيهتموا فيها اللي هو الافشنسي، انرجي افشنسي، لانه شغال على بطاريه. انا بديش ماك بروتوكول يضل شغال طول الوقت يصرف البطاريه، لانه انا بالويل سنسر نود بقدرش اغير البطاريه، مرات بكون السنسر نود في منطقه انا بقدرش اوصل لها، فلازم يكون في عندي نوع من الريجوليشن للانرجي. راح نشوف انه كيف الويل سنسر نود ماك بروتوكولز كلها معظمها المستخدمه بتنظم الانرجي بطريقه فيري افيشنت، نرجع عليها 1 باي 1. كمان بتنظم الانرجي، وكمان فيها نوع من الفيرنس، كمان بتحقق الفيرنس مقبول. ف لو نيجي نشوف انه الماك بروتوكول، لاحظ في عندي النودز فيها ميديوم، الماك لاير موجود هي عباره عن سب لاير باللاير 2، فهي تعمل كوميونيكيشن مع لاير 2 من اذر نودز، يعني لاير 2 تعمل كوميونيكيشن مع لاير 2، يعني الفريم لما بطلع او البيتس انا بدي اجمعها، بيهمني انا لاير 2 تقرا لاير 2. ف الماك بروتوكول كمان وظيفته انه يحدد للفريم سايز، كيف تصميم الفريم، يعني مثلا في عندي ستارت فريم ديليمتر، بعدين في عندي الاي بي ادرس، الماك الفيزيكال ادرس، بعدين في عندي اللي هو السي ار سي، بعدين عندي البيلود، كل هاي الديزاين مسؤول عنها الماك بروتوكول. بعد الماك بروتوكول بودي للفيزيكال اكس، الفيزيكال لاير، الفيزيكال لاير بتطلع لي الداتا اللي هي زي بيتس بتحولها لسيجنالز، يعني كل الداتا فعليا اللي بتطلع من الماك لاير تتحول لسيجنالز، يعني فعليا الداتا بالماك لاير اخر شيء بتكون داتا لانها تتحول لالكتريكال سيجنالز. ف الماك بروتوكول موجوده في معظم الوايرلس سنسر نودز، بتكون اما كونتنشن بيست كونتنشن فري. كونتنشن بيست استخدموها في عليها مشاكل، يعني مثلا الالوها بجوز اول بروتوكول استخدموه في جامعه هاواي. الالوها انه فعليا الالوها ان النودز تعمل تبعث داتا، تدخل على الشانل تبعث الداتا، هاي كونديشن بيست، تدخل على الشانل تبعث الداتا. فالالوها عاده الافشنسي تبعها لا تتجاوز 18%، ف عدلوها خلوها سلوتد الوها، انه ما تبعث باي وقت، تبعث في اوقات معينه بدايه كل فتره. السلوتد الوها صار ضعف، البرفورمانس تبعها ضعف للالوها،
صار وصل 36%. في عندنا الماكا، والماكا اللي هم جزء من ال 802.11 راح نجي عليها. مالتيبل اكسس اكسس وذ كولجن افويدنس، مالتيبل اكسس وذ كولجن افويدنس فور وايرلس. نجي على كونتنشن فري. كونتنشن فري زي البي سي اف فانكشن، ما في عنده كونتنشن، النودز لها دور. ف مشهور جدا بالكونتنشن فري اللي هي تي دي ام اي، عاد لكل واحد تايم فريم، اقول له انت دورك رقم 5 او 6 او 10 او 100 او مليون. فلاحظ النودز بس ايش دورها تستخدم الشنط، هاي كونتنشن بيست، ما في عندي نوع من تنافس حدود راتب من اسايند. ممكن يكون في عندي هاي نسميها فيكست اسايند، انا باجي بعطي كل واحده اقول لها استخدمي هاي الشانل او بعطيها فريكونسي او بعطيها كود. فعاد هاي ثابته، خلص انا حددت لك انت تايم فريم تبعك رقم 5 بتظل مستمر فيه. نجي على الشق الثاني اللي هي كونتينجن فري، بس اللي هو الاسايمنت دايناميك شوي. تخيل انه اعطاك انت تايم سلوت رقم 5، اجت تايم سلوت رقم 5 الداتا تبعتك مش جاهزه، شو بدك تسوي؟ ولا واحد يقدر يستخدمها. يعني هاي تايم سلوت رقم 5 راح تصير فاضي، ما راح يصير فيها داتا ولا شيء، يعني حتصير ويست. فليش انا ما اقدر استخدمها؟ ليش انا ما اخليك الاسايمنتس تكون نوعا ما شوي فليكسبل دايناميك من خلال البولينج؟ بس انه انا زي البي سي اف فانكشن النود الاكس بوينت بتودي لك بولينج، بتقول لك اعطيني الداتا، عندك الداتا بترجع لها الداتا، ما عندكش داتا بتقول له ما عنديش داتا، برجع بستخدم التايم سلوت لواحد غيرك. هاي من البولينج. توكن باسنج هاي مشهورة جدا بالاي بي ام بالرينج، عادة بالرينج بتكون في عندي اللي التوكن بظل ماشي، اللي بتمسك التوكن هي اللي بتاخذ الشانل. لاحظ انت ما عندك وقت، اي اللي تمسك الشانل تمسك التوكن هي اللي بتستخدم الشانل. اخر واحدة اللي هي ريزرفيشن بيس. ريزرفيشن بيس اللي هي النودز اول شيء بتتنافس حتى تحصل على تيكت تو اكس ذا شانل. يعني تخيل انا عندي 50 شانل، عندي مجموعه من اليوزر بقول لهم تنافسوا، كل واحد ياخذ دور، فبتنافس حتى ياخذ دور، كل واحد اجى دوره 49 ما حد بيستخدم 49. هو بتنافس اخذ التايم سلوت رقم 5 معناته باخذ رقم 5. نوعا ما هي صار فيها ريزرفيشن، صار فيها نوع من الكومبيتيشن شوي. رح نجي عليهم هسه كلياتهم، هذول رح نحكي عن الشرط الاساسي في كل واحده منهم. الكونتنشن فري يعني درسنا بالوايرلس نتورك، درسنا تي دي ام اي والاف دي ام اي. بالاف دي ام اي انا وزعت الشانلز، سويت له سب فريكونسيز، كل يوزر له فريكونسي معين. بالتي دي ام اي انا سويت الشانل لمجموعه من تايم سلوتس، كل يوزر له تايم معين. فاليوزر ممكن يستخدم الشانل بناء على الاف دي ام اي والتي دي ام اي، لاحظ فيكست اساينمنت. هاي خلاص انا حددت لك الشانل رقم 5 او التايم سلوت رقم 10 ثابت لك، بس تيجي 5 او 10 بيجي دورك، غير ذلك بدك تضلك ساكت. CDMA هي تعتبر اللي هي overlapping between TDMA و FDMA، مشهور جدا CDMA بديجيتال كوميونيكيشن. فكرة CDMA انك تخيل انك تكون انت في غرفة فيها يوزرز بيحكوا من اي من كل لغات العالم. انت نفرض بتحكيش غير عربي، فانت اي واحد بتحكي عربي بتفهم عليه، اي واحد بيحكيش عربي بتفهمش عليه. فانت العربي انت معاك الكود تبعه تقدر تفكه تفهمه، غير ذلك تعتبر نويز. فات ذا سيم تايم بنفس غرفه الغرفه بكونوا كلهم يحكوا، بس كل واحد بيفهمش غير لغته. هاي هي فكره السي دي ام اي، كل يوزر معاه كود معين، هذا الكود باركر كود او والش كود،
انا بعمل زي سبريد السيجنال بناء على الكود معين، اللي مع الكود هذا بقدر اشوف السيجنال، معهوش الكود هذا بشوفه نويز. في شروط معينه للكود، لازم يكون الكود تكون اورثوغونال، يعني حاصل الضرب الفيكتور، الفيكتور برودكت لهم لازم يكون زيروس، بعدين الاول يلغي الثاني. يعني انه لو جاني نويز او سيجنالز من ماني يوزر، انا الكود تبعي بلغي كل الثانيين. فكره السي دي ام اي، السي دي ام اي مشهور جدا، السي دي ام اي هي المبني عليها معظم الميليتري كوميونيكيشن وسيستم الوجود نورث امريكا. سي دي ام اي هو مبني على كود ديف جنريتبل اكسس، بده يتحولوا الى الجي اس ام لانه في له الجي اس ام مور فلكسبل. فلاحظ الفيكس اساينمنتس في لها مشاكل، لها مشاكل انها مش افشنت. انت اعطتك انت التايم سلوت رقم 5، لما اجى التايم سلوت وقتك انت كانت الداتا تبعتك مش جاهزه، شو بدك تسوي؟ فهي راح تسوي اعطتك الفريكونسي رقم 7، انت استخدم الفريكونسي وتبعت 2 بايتس بعدين سكتت. فالافشنسي له سيئه جدا، ان كان تي دي ام اي ولا اف دي ام اي. يعني سي دي ام اي بجوز احسن شوي منهم، بس سي دي ام اي يعتبر كومبلكس في الديزاين ل ترانسميتر والريسيفر. فنجي على هسه على الكونتنشن فري، نجي على لحظه، يعني حكينا في عندنا الكونتنشن فري، في عندي هسه البولينج الدايناميك، البولينج والتوكن باسنج والريزرفيشن بيس. فبالبولينج بيس لاحظ هسه في عندي عندنا بيس ستيشن، البيس ستيشن هي اللي بتمر على الستيشنز تودي له بول عشان يرد عليها. فلاحظ انا بودي له الاول، الثاني، جيت على السابع اقول له اعطيني الداتا، ما عندوش داتا، خلاص برجع لي ما عنديش داتا، بعد التايم سلوت اللي بعديه وهكذا. فنوعا ما بولينج بيس كويسه من وجهه نظر اليوتيلايزيشن، بس صار نشوف انه مشكلته ان النود تظل صاحيه، بتظل دائما اب، انها تستنى متى ستيشن تتعمل له بول. توكن باسنج زي فكره الاي بي ام توكن رينج، ان النودز اللي بتعمل هولد للتوكن هي تبعث الداتا. يعني بما انه التوكن موجود بالرينج ما في داتا عشان ماشي فيه، بدي ابعث الداتا انا تبعتي، بمسك التوكن، بمسك التوكن ببعث الداتا، بس اخلص برجع التوكن. فعادة نوعا ما البرفورمانس تبعه مقبول كويس. ريزرفيشن بيست، ريزرفيشن بيست زي ما قلت لكم، تخيل انت بدك تفوت على عيادة الطبيب، او بدك تفوت على الباص، اول شيء بتروح تشتري التيكت، التيكت بتعطيك نفذ رقم بالمقعد رقم 85. لاحظ 85 مقعد او 45 هذا المقعد لك، فيش حد بيقدر يقرب عليه. كيف انت حصلت عليه؟ رحت على الشباك، دافشت هناك حتى اخذت التيكت او صفيت على الدور. فانت من خلال ريزرفيشن بيست، يعني من خلال سم ستيشن او سم سيستم، قدرت تعمل ريزيرف للاكتوال شانل. فانا بقسم عدد الشانل لتو تايبس، التايب الاول اللي هو مشان نعمل ريزرفيشن، والتايب الثاني هو الشانل نفسه. فخلال الريزرفيشن النوتس تحاول تحصل على تحجز واحد من الشانلز اللي بعد شوي راح تيجي. يعني خلينا نقول اول 5 دقائق او اول 5 ثواني احجزوا الشانلز، بعدين بعد ال5 ثواني الشانل كل واحد بياخذ الشانل الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، وهكذا. هاي نوعا ما الريزرفيشن بس من وجهه نظر ديزاين كومبلكس، كومبلكس حتى ابنيها بالهاردوير. كمان ممكن في عليها مشاكل كثيره، ان الكوز تكون كوستلي، والافشنسي انها راح تكون مش كويسه. يوزر اجى بعد ما خلص
فترة الريزرفيشن شو بده يسوي؟ بده يستنى الفترة اللي بعدها، يعني ممكن يكون في عندي ويست كثير فيها. فنجي هسه على الشق الثاني من البروتوكول اللي هو كونتنشن بيست. كونتنشن بيست اللي هي مثلا شفت من مثلا زي الكاري مانجمنت والاكسس 802.11 كلها كونتنشن بيست. كونتنشن بيست النودز كومبيت تو اكسس ذا شانل، النودز بتدافش حتى تحصل على الشانل. طريقة الكومبيتيشن او الكونتنشن كل واحد من البروتوكول لسه له طريقة. الالوها زي ما قلت لكم، الالوها النودز بدها تبعث برودكاست، بدها تبعث داتا. فمجرد ما تبعث داتا تمسك الداتا ترميها بالشانل، لاحظ راح يصير في عندي كل جن كثيرة. لهذا السبب انه الافشنسي للالوها لا تتجاوز 18%، كل ما زادت عن النودز كمان بتقل. لحظة صار هنا من الالوها طلعت فكرة الباك اوف. هسه انا بعث الداتا، انا بدي ابعث داتا وانا بدي ابعث داتا، فانا اوتوماتيكيا ببعثها بالشانل والطرف الثاني ببعثها بالشانل، صار في عندي كولاجين. هسه احنا اللي صار فيهم كولاجين بيعملوا باك اوف، استنى هذا راندوم نمبر وهذا راندوم نمبر بعدين ببعثوها بالشانل. فبتصير عندي probability انه تمشي الداتا بالشانل اعلى بعدها ما وصلت 100%. السولتد الوها نفس فكرة الالوها، بس فكرة السولتد الوها قال لك ان اليوزر بس بده يبعث الداتا بعثها اوتوماتيكلي دايركتلي ايميديتلي، بينما السولتد الوها لا، بقول لك انت مش عارف تبعثها بداية كل تايم سلوت. مثلا قسم الشانل كل تايم سلوت 50 ملي سكند، كل 50 ملي سكند مسموح لك تبعث بداية ال 50 عند مثلا تبعثها عند زيرو، عند 50، عند 100. جد الداتا تبعتك جاهزة عند 76 بتقدر تودي، لازم تستنى حتى تصل النكست سلوت. فلاحظ بالسلوت السند مسموح فقط في بداية السلوت، بينما بالالوها مسموح في اني تايم وذن ذا سلوت. لهذا السبب انه نصدد الالوها البرفورمانس تبعها ضعف. بس في عندي مشكله، المشكله انه لازم يكون النودز كلها سنكرونايزد، لازم يكون السنكرونايزيشن هو عالي جدا. انا شو بعرفني انه ممكن بدايه التايم سلوت بعدين تفرق شويه عن التايم سلوت اللي بجنبي. لهذا السبب لازم يكون في عندي تايت سنكرونايزيشن. رح نجي شابتر كامل كيف نعمل سنكرونايزيشن. فنجي على الكونديشن بيس، نجي على الكارير سنس مالتيبل اكسس. لاحظ لحد الان بالالوها والسنتد الالوها النود تتبعث بتودي الداتا، ما بتعمل سنس على الميديوم، تمسك الداتا اما بتبعثها او تستنى التايم سلوت وتبعثها، ما بتعمل ليسننج. هسه نيجي على الكيرسنس مثل الاكس، لا النودز بتعمل ليسننج على الميديم بس تشوفه ايدل تبعث الداتا، شافته بزي تعمل باك اوف تعمل ليسن تبعث الداتا. فاذا لقيته ايدل ابعث الداتا اوتوماتيكي، ممكن يصير في عندي كولاجين. لو صار في عندي كولاجين بدي ابعث اعمل فكره الباك اوف، نفس فكره الباك اوف الموجوده بالالوها او في كل البروتوكولز. هاي الكاري سنس مالتيبل اكسس كل جد ديتكشن هاي بتظبط الوايرد نتورك، لانه بالوايرد نتورك عاده النودز كلهم within the same channel على السيم ترانك السيم باص. فصار في عندك كولجن كل النودز على الباص بتسمع تتعرف صار في عندك كولجن، لا بتلاحظ ان الفولت زاد. بينما بالوايرلس ممكن النودز ما تعرف انه صار في عندها كولاجين. فلا هسه بدي اجي على كارسنس مالتيبل اكسس كولاجين افويدنس. I will try to avoid the collagen, not to prevent, not to detect the collagen. انا ما بقدر اعمل ديتكشن للكولاجين. ف محاوله اللي هي الكولاجين افويدنس شوف اخذتوها بماده الورشه صراحه راح اجي عليها. ف
عندي بال كونتنشن بيست بروتوكولز في عندي تو بروبلمز مشهوره جدا، في لهم حلول كثير، في لهم بروبوزلز كان حلوه، في منهم واحده انحلت والثانيه ما انحلتش مضبوط 100%. يعني الهيدن تيرمينال انحلت نوعا ما، بينما الاكسبوز تيرمينال انحلت بس بدي ازيد عدد الكنترول باكتس. فكنت الاكسبوز تيرمينال هسه عندي نوت A، يعني طلع عندي هون نوت A و B و C و D. هسه اذا النوت A بعثت ل B والنوت C تسمع الشانل مش قادر تسمع الترانسميشن تاعي فبتودي ل B، فبصير في عندي هون كولاجين عند B، هم سميه هيدن تيرمينال. يعني النود مش قاعد تقدرش تسمع ترانسميشن النود خارج الترانسميشن رينج تبعها، بس الريسيفر ضمن الترانسميشن رينج للتو نودز. هي النود بي ضمن الترانسميشن رينج للتو نودز هم اي وسي، ف نسمي اي ترانسميشن تو بي از هيدن فروم سي تو بي. This is the idea of hidden terminal. Exposed terminal, لاحظ ال hidden terminal الداتا بتضيع، بدي أرد أعمل retransmission. بال hidden terminal exposed terminal لا، exposed terminal transmission صاير بأثر على transmission ثاني بخليهوش يصير. يعني تخيلوا B بتودي لإيه وسي بتودي لدي، لاحظ دي واي بعيدان عن بعض مش عارف في عندك كولاجين، بس تي جي بي تعمل لسننج للميديوم بتشوف ان السي قاعد تبعث داتا، فتشوف ان السي قاعد تبعث داتا معناته بتقدر تستخدم الشنب، مع انه انا بهمني دائما الكولاجين بهمني يكون عند الديستنيشن مش عند السورس. يعني هسه يصير في عندي هون كولاجين عند بي وسي ما فيش عندهم مشكله، بينما اي ودي ما بصيرش في عندهم كولاجين، فانا بهمني دائما الكولاجين يكون عند الديستنيشن. فبالاكسبوز تيرمينال قرب السورسز من بعض بمنحهم يودوا داتا، فبصيروا هم يعملوا اكسبوز، يعني ترانزميشن فروم سي تو دي از اكسبوزد، توقف مشان ترانسميشن بين بي تو اي. هاي هي فكره الاكسبوز تيرمينال. هيدن تيرمينال ممكن احلها من استخدم الار تي اس والسي تي اس. الار تي اس والسي تي اس نوعا ما اذا بعثت اي لبي بعثت لها ار تي اس وبي بعثت لها سي تي اس، سي تي اس سي راح تسمع، فسي راح تعرف انها بي راح تستقبل داتا فبتوصل تعمل ترانزميشن. بين بالاكسبوز تيرمينال الشغله مش سهله، الشغله بدي اضيف انا تو مور باكيتس اللي هي بدي استخدم ريدو ديسنت وريدي تو ريسيف ريدو ديسنت حتى اني امنع اللي هي الاكسبوز تيرمينال. نيجي نطلع هسه كمان على اي من وجهه نظر الكارير سنس مالتيبل اكسس، نطلع على شويه فاريشن كارير سنس مالتيبل اكسس سي اس ام اي في نن بيرسيستنت. نن بيرسيستنت لاحظ النودز بس تسمع الشانل ايدل بتبعث داتا، لاحظ ما بتستنى باك اوف تايم، ما بتستنى دي اف اس او شورت فريم سبيسنج او لونج فريم سبيسنج، فمجرد ما شافت الشانل ايدل تبعث داتا. وانا مش عارف عندي مشكله فيرنس، النودز اللي بتجي من برا بتشوف الشانل ايدل قبل النودز الموجوده بالنتورك. لاحظ صار في عندي كولاجين، اذا شفت انا الميديوم بيزي ف بعمل باك اوف وصار في عندي كولاجين. ف هسه هذا اللي مسميها في عندي نان بيرسيستنت وان بيرسيستنت والبي بيرسيستنت، كل واحد منهم زيرو بيرسيستنت نان بيرسيستنت او وان بيرسيستنت بي بيرسيستنت تحدد لي probability النودز انها تبعث في حاله الشانل كانت ايدل او مش ايدل. وان بيرسيستنت فلاحظ النودز
بعد ما تشوف الشانل ادر تبع الداتا immediately. اذا صار في عندي كولاجين بعمل باك اوف. فلاحظوا النمبر ريزيستنت و المنبر ريزيستنت تقريبا ما فيش في بيناتهم هذيك الفرقيه. بالنمبر ريزيستنت لاحظ النود تبعث immediately بس تشوف الشانل ايدل، بينما بالون بيرسنت لاحظ بالون بيرسنت النوتس تعمل كونتينيوس لسننج على الشانل، بينما بالنون بيرسنت لا فترات متقطعه ديسكريت بتشيك الشانل، بينما بالون بيرسنت النوتس كونتينيوسلي سنسنج ذا شانل. بالبي بيرسنت النوتس تعمل سنسنج على الشانل وذ بروبابيلتي بي. لا تنسوا قلت لكم انه الوايرلس بشكل عام كثير مبني على البروبابيلتي. ففي عندي انا بعمل لسننج بروبابيلتي بي، معناته انا بدي اعمل ترانزميشن ديلي 1 ماينس بي. ف انا بختار باك اوف بناء على قيمه بي 1 ماينس بي. هسه كانت نون بيرسيستنت ولا وان بيرسيستنت ولا بي بيرسيستنت، بدي تفهموا شغله انا بس انها بتعتمد على البروبابيلتي. كلهم برجعوا بالاخير ل الكاري سنس مالتبل اكسس وذ كولجن اوفرنس. ف سي اس ام اي وذ كولجن اوفرنس دخلته بتفصيل ممل. لاحظ النودز بتعمل لسنج عن شانل، بتعمل لسنج عن شانل بتشوفه ايدل، تستنى دي اي اف اس ديستريبيوتد انتر فريم سبيس. بناء على هاي بعد هاي التايم تبعث الداتا. صار في عندي كولاجين تعمل باك اوف وترد تعمل لسننج ودي سي اف فانكشن مره ثانيه تبعث الداتا. يعني نجي نطلع عليها هاي النوت بال كونتيشن بيس الكيرسنس مالتيبل اكسس. لاحظ مثلا تخيل النود A طلع كان شافت انه اجت النود A والنود B شافت انها الشانل ايدل، ف لاحظ اختارت النود A اختارت دي اف اس، بعدين اختارت تايم سلوت 4 استنت 4 تايم سلوتس بعدين عملت ترانزميشن. الثانيه اختارت تايم سلوت دي اف اس اختارت 7. لاحظ كانت 4 ولا 7 بتختار راندوملي، اليوزر ما له سيطرة عليها. من ممكن نقول اتاكر بس اختار الدي اف اس اللي اختار التايم سلوت اختار ليها اقل قيمة ممكن واحد او صفر. فالمفروض انه اليوزر ما له اكسس على النمبر اوف سلوتس. فلاحظ اشتغلت الاربع تايم سلوتس بعدين هي بحثت، فهي بتوقف بتوقف التايمر. يعني التايمر بتعمل له ديكريمنت فقط في حالة الشانل ايدل. فصار عندي هون خلصت ايه اجت بي دي اف اس التايمر تبعها صار 3، كان 7 صار 3، عملت ديكريمنت صار صفر بدل عملت ترانزمشن. لاحظوا هاي كيف صار من خلال دي اف اس قيم الدي اي اف اس وقيم السلوتس كمان. هاي كل بروتوكول له، يعني مثلا بال 802.11 26 مايكرو سكند تايم سلوت، دي اي اف اس اعتقد انها 5 مايكرو سكند وهكذا. نجي هسه هاي عاده الكيرسنس مالتيبل اكسس موجوده في الوايرلس نتورك مش للوايرلس سنسر نتورك او للسنسر نتورك للوايرلس نتورك اللي فيها عاده اكسس بوينت. فحوروها هاي اللي هي الماكا ميديم اكسس بروتوكول نوفرنس. لاحظ الماكا هي نفس ال 802.11 بس معها ار تي اس سي تي اس، هي نفسها بس معها ار تي اس سي تي اس مشان يجي مشكله هيدن ترنر. ف
الماكا هي نفسها ار تي اس سي تي اس اللي نعرفه. قالوا انا ابعث الداتا، ببعث انا ريد تو سنت، الديستنيشن لازم اعطي كلير تو سنت، بعد الار تي اس سي تي اس اقدر ابعث الداتا. فنوعا ما النودز اللي بتسمع الار تي اس سي تي اس بتعرف انه في ترانزمشن راح يصير، فبتقرب مش حتشم. عادة اللي بيهمني اكثر النودز اللي بتعمل سي تي اس اكثر من ار تي اس، لانه السي تي اس معناته هي الريسيفر. انا بيهمني دائما الكولاجين عند الريسيفر مش عند السندر. الماكا الماكا وماكا فور وايرس لانس. عدل لاحظ لحد الان بالار تي اس سي تي اس والكريسز مثل بالعكس النودز تبعث الداتا. لاحظ ما في عندي نوع من الانفورميشن ان الداتا وصلت ما وصلت. فالماكا انه مجرد ما انا وديت الداتا فمشان يعني بعمل اكنولجمنت. لاحظ اللي قبليها ما بعمل اكنولجمنت، المكاو بعمل اكنولجمنت. كمان المكاو بزيد شغله واحده في عندي اللي هي داتا ستروب داتا سندنج. لو ستروب قبل ما ابعث الداتا انا ببعث داتا سندنج مشان اقيم الاكسبوز تيرمينال. ف عادة هاي يعني بصير في عندي الهاند تشيك ار تي اس سي تي اس، وكمان في عندي داتا سندنج. داتا سندنج مشان تقيم لي مشكله الاكس بوست تيرمينال، مشان النودز اللي بدها تبعث وبعيده عن الريسيفر تبعث شو مشكله، مش راح يعمل كولجن او انترفيرنس. لحد محاضره اليوم مكفي. فصار في عندي هسه اوفر فيو كويسه عن الماك بروتوكول الموجود بالوايرلس نتورك. ان شاء الله المحاضره القادمه راح احكي شويه عن الباقي، راح احكي عن الماك باي، نحكي عن الاذر بروتوكولز، واحتمال كبير بكره انه اعطيك بس اعطيك العشره.